نتكلم أكثر عن دور الإعلام الكويتي أبان فترة الاحتلال. يسرنا أن نستقبل ضيفنا في الاستوديو الإعلامي القدير الأستاذ يوسف مصطفى. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا العالم هذا الصباح، وهذه التغطية الخاصة للاحتفالات بعيد التحرير. صبحكم الله بالخير، وصبح الله سبحانه وتعالى على أهل الكويت والمقيمين إن شاء الله بكل الخير في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم اللي لولا فضل الله سبحانه وتعالى ما كنا احنا الآن في هذا الاستديو ونقدم هذه الصور والمشاهد العظيمة لذكرى التحرير وذكرى الاحتلال العراقي الغاشم يوم 2/8. فكل شكر والتقدير لهذه الجهود الإعلامية التي تحاول أن تقدم صورة ولو بسيطة للناشئة، ما الذي حدث في يوم التحرير، ماذا كان دور المؤسسات الإعلامية في ذلك الوقت حتى أشرقت شمس الحرية على بلدنا الحبيب الكويت. الحمد لله. طبعا أستاذ يوسف، ما بيستلتزم حاليا بالنص، أبي أستذكر معك هذه اللحظة، لحظة وصول هذا الخبر المفرح والخبر يعني اللي كنا ننتظره لمدة 7 شهور. وصول هذا الخبر لكم، شلون استقبلتوه؟ شلون فكرتوا ترتبونه وتوصلونه لأهل الكويت؟ أولا يجب أن نعترف بأن كل الجهود المشتركة للإعلام الكويتي أوصلت الصوت الكويتي داخل الكويت وخارج الكويت. طبعا الإعلام الكويتي بكافة أدواته، نعلم بأنه كان إعلام مرئي ومسموع في يوم 2/8، وبعدين عندنا صحافة مقروءة، عندنا نشرات خاصة، صمود شعبي داخل الكويت بفضل أبناء الكويت وبنات الكويت حتى تحررت الكويت. احنا كنا نعلم بأن الأمور بدأت تسير نحو التحرير، لكن الذي استوقفنا وهزنا الحقيقة ما حدث يوم 24 فبراير، يوم معركة القرين. عملت عندنا ردة فعل، لكن ردة فعل أثبتت أن الكويتيين مصممون على أن بلدهم يتحرر. نستذكر اللحظات الأخيرة، وأستذكر أنا عندما قلت حسنا يا صدام أردتها منازلة فلتكن المنازلة، وبالفعل بدأت عملية عاصفة الصحراء يوم 17/1، وكانت تحصيل حاصل وصولا إلى تحرير الكويت. الفرحة عظيمة جدا طبعا، يعني من أنا دائما أقول 3 أيام من لم يشاهدها لم يعاصر تاريخ الكويت الحديث، اللي هو يوم 2/8، يوم 17/1/91 عملية عاصفة الصحراء، ويوم تحرير الكويت 26/2. نعم، هذه الأيام خالدة في تاريخ الكويت، توجتها عملية تحرير الكويت يوم 26 فبراير، وكان يفترض أني أدخل أنا مع القوات الأمريكية والقوات الكويتية والقوات السعودية في المقدمة لتشغيل وإعادة تشغيل إذاعة دولة الكويت، لكن صدرت الأوامر عندما كنا نقدم الإعلام الكويتي من خلال الإعلام السعودي أن لا، ليبقى مذيعو الكويت داخل المملكة حتى دخول آخر كويتي من الكويتيين الموجودين في الخارج. لكن الله يشهد، فرحة عظيمة حتى الآن أبكي عندما أشاهد هذه المشاهد. يعني قبل قليل، يعني حتى الآن احنا على الهواء قاعدين نشوف مشاهد ومشاعر الكويتيين يوم 26 فبراير. هل في مقياس تستطيعين أن تقيسين مشاعر؟ أبدا، أدق المقاييس لا يستطيع، ولن يستطيع أحد أن يستوعب هذا الشعور أبدا. لذلك المسؤولية كبيرة جدا. يعني هذا الآن هذا البرنامج هو أيضا لبنة من اللبنات التي يجب على الإعلام الكويتي أن ينهض بها في المستقبل. يعني من كان عمره 10 سنوات يوم 2/8/90، اليوم عمره 40 سنة. 40، نعم، لم يستوعب. يعني 10 سنوات لا يتذكر شيء مما حدث للكويت من غزو همجي بربري، قتل، نهب، سرقة، تدمير، اقتحام مؤسسات. شاهدنا في يوم 2/8 كيف اقتحم العراقيون مبنى وزارة الإعلام. فهذه الوجبات يجب أن تقدم للناشئة حتى دائما يستذكروا حلقات هذه الملحمة البطولية، وصولا إلى أن هذا الوطن، شوفوا الآن ما يحدث من صراعات ومن مواجهة الآن في الدول، الآن يعرفون قيمة الوطن، فلذلك الوطن غالي علينا، والتحرير يمثل لنا نموذج كبير جدا ووسام على صدر كل كويتي. بالفعل أستاذ يوسف،
استاذنا ومعلمنا كلمة احنا جيلنا ما ينساها، احنا عصرنا هذا الشيء. يا ايها المواطنون الكويتيون الصامدون الشرفاء، هذا طبعا كان في بصمة صوتك يا استاذ يوسف. شلون كان دور الاعلام الكويتي؟ خلينا نقول كانت في اذاعات سرية كنت انت من ضمنها، وايضا نقدم يعني رساله لخلينا نقول المذيعه واستاذتنا سلوى حسين كانت معاكم وهي المراه الوحيده اللي قامت في هذا الشيء. شنو كان دور الاعلام في خلينا نقول توصيل الصوره الاعلاميه للصامدون داخل دوله الكويت وايضا اللي كانوا برا الكويت؟ الله، هذا سؤال وايد وايد او كثير مهم. يعني الاعلام الكويتي يجب ان نتفق بأن مسيرة الإعلام الكويتي كانت هي مسيرة رائدة منذ القدم، منذ ما قبل الاستقلال. الإعلام الكويتي في 1990 لم يكن يشاركه أحد أو ينافسه أحد في المنطقة على المستوى الإقليمي، فلذلك كانت بصمة وكأنها تريد أن تؤكد على الشعار الخالد لهنا الكويت. هذا شعار لم ينطفئ ولله الحمد. كانت في إذاعات سرية استاذ يوسف انت كنت تغمو فيها. هو اللي حصل بعد غزو القوات العراقية الى وزارة الإعلام، وصولا الى الوزارة، نعم، مرورا في محطات الإرسال في منطقة شبد، في معسكر جيوان، الزملاء كانوا موجودين هناك. عندما انقطع الإرسال من هذه المحطات وصل الإرسال الآن إلى مبنى الإعلام. اللحظة الأخيرة اللي دخل فيها الجنود العراقيون إلى الاستديوهات كانت بعد نشرة أخبار الساعة 6 صباحا، يعني حوالي 6:05. طبعا هم كانوا الفجر موجودين أمام المبنى، لكن دخلوا وقطعوا الإرسال وحطموا أجهزة الصوت ومكسرات الأجهزة في داخل الاستديوهات. هني كانت السيارة السرية موجودة في منطقة الدسمة، اللي يعني كان في أكثر من محطة سرية، لكن شاءت الأقدار إلا أن تعمل هذه المحطة التي تواجدنا فيها في منطقة الدسمة يوم 2/8. كانت متنفس للكويتيين، كانوا دائما يقولون الحمد لله الكويت، مدام هنا الكويت موجود، مدام صوت زملائنا ومذيعينا موجودة في الإذاعة احنا بخير، لازم روح الكويت موجودة والكويت موجودة، نعم. لذلك لما انقطع الإرسال لساعات معينة بعد ما تم احتلال جزيرة فيلكة، وعرف العراقيون من أين نبث، احنا كنا نبث الكويت، فيلكة الكويت، عندما انقطعت جميع الإرساليات من محطات الإرسال في دولة الكويت أخلينا الموقع طبعا، وقمنا بتدمير سيارة النقل حتى لا يستفيد منها الغزاة في بث برامجهم، وعملنا محطات سرية كثيرة داخل الكويت حتى باءت جميع الجهود الحقيقة بالفشل، لأن الجهود كانت متواضعة ولم يكن هناك استعداد. الدولة لم تكن حتى يعني على دراية بأن سيكون هناك غزو غاشم بكافة أشكاله لكافة مؤسسات وأراضي الدولة. لكن الحمد لله الصوت الكويتي ما انقطع ولن ينقطع بإذن الله. دائما نقول شعارنا الخالد هنا الكويت، الكويت منارة إعلامية، الكويت محطة لبروز الكثير من المحطات الإعلامية التي نراها هذا اليوم. فمن واجبنا احنا كإعلاميين ان نحيي ذكرى هذا اليوم، اليوم التحرير العظيم، وحتى يوم الاحتلال الغاشم، حتى نقول للجميع بان هذه المؤسسة الإعلامية، هذه المنظومة، شوف اليوم المنظومة الصحية في دولة الكويت كيف استطاعت ان تحتوي جائحة كورونا، ووقف العالم امامها بكل احترام بكل تقدير، ما عجزت عنه دول متحضرة في منظومات الصحية. هذا دليل ان الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها. محنة الاحتلال، محنة أو ذكرى التحرير يعطينا درس بأن لن يحرر الوطن، لن ينهض بالوطن. جميل أن تموت من أجل الوطن طبعا أكيد، لكن الأجمل أن تحيا من أجل الوطن. كيف تحيا من أجل الوطن؟ ويحيا الوطن بك أيضا، ويحيا الوطن بك. أحسنتي أنك أنت تساهم في رفعة شأنه. شوف الكويت اليوم الكل يشير إليها بالبنان، بلد الإنسانية، بلد الأمان. وين ما صارت مشكلة لا سمح الله الأنظار تتجه إلى الكويت. إعلاميا الكويت ناجحة في احتواء كل المؤتمرات الإقليمية والدولية وإبرازها وإيصال صوت المظلومين وصوت المحتاجين إلى العالم. الحمد لله رب العالمين. بلد الإنسانية، بلد الإنسانية، نعم لا شك.
استاذ يوسف وجودك الحين معنا احنا كاعلاميين خلينا احنا نستفيد من هذا الموضوع واكيد الساده المواطنين اعلاميين كويتيين وجميع من هم على هذه الارض الطيبه احنا شلون ممكن احنا نتعلم من هذه الخبرات اللي عشتوها من هذه الايام التي لا نتمنى طبعا ان تعود على ارض الكويت لكن ضروري نتعلم منها شنو احنا نتعلم كاعلاميين كمواطنين على هذه اولا الحرص على ان هذا العمل هو عشق هو حب هو تضحية الإنسان عندما يحب يضحي من أجل محبوبة فلذلك أنت أو أخو يوسف أو كل الزملاء عندما يريدون أن يصبحوا نجوما في يوم من الأيام يجب أن يعطوا كل ما لديهم ترى الشهداء وتحية تقدير الحقيقة لشهداء الكويت طبعاً. شهداء وشهيدات أكرم منا جميعا قدموا أغلى ما يملكون قدموا دمهم فداء للكويت لولاهم لما كنا نحن صحيح. الآن نعيش سواء من الكويتيين أو من غير الكويتيين أو من الأصدقاء الذين ساهموا في تحرير الكويت نعم. فلذلك التضحية من أجل العمل صحيح. واجب نعم. الإخلاص في العمل جزء من الإيمان التعلم الدورات الكثيرة يعني وزارة الإعلام الآن بين فترة وثانية الحقيقة مشكورة وجهود المسؤولين أن يقيمون ورش عمل يحاضر فيها المتخصصون ويحاضر فيها الإعلاميون القدامى التطوير الذاتي لتطوير الذات وإيصال رسالة أن يا جماعة ترى إحنا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه لولا العطاء لولا السهر لولا التعب لولا التضحية يعني من غير هذه الأدوات لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مبتغاه الحب والعشق والعمل من أجل الوطن ومن أجل مؤسساته اليوم سلاح الكلمة أمضى من سلاح البندقية صح. اليوم معركة تحرير الكويت ترى نجحت إعلاميا قبل أن تنجح عسكريا الحشد الهائل والإعلام كلها مهدت جعلت الجنود العراقيين الغزاة نحن نتحدث عن عهد بائد يهربون كالجراد من أرض المعركة وينسحبون تاركين خلفهم قتلاهم وآلياتهم ومدرعاتهم هذا كله دليل على أن الإعلام عندما يكون إعلاما صادقا موثوقا ذا مصداقية أعتقد تأثيره النفسي تأثير كبير بالفعل مهما قعدنا معك أستاذ يوسف وقعدنا في ساعات كثيرة نتكلم عن الإعلام ودوركم وبصمتكم الواضحة إبان الغزو العراق الغاشم على أرض دولة الكويت وأيضا كانت البصمة الواضحة وأصواتكم كانت تتغير في يوم التحرير في نفس هذا اليوم 26 فبراير كانت رسالاتكم جدا مؤثرة للي داخل دولة الكويت من الصامدون وأيضا اللي كانوا برا الكويت كل الشكر لك والله يعطيكم العافية وطولة العمر لخدمة بلدنا الحبيبة دولة الكويت أستاذ يوسف أعزائي المشاهدين كان معنا الإعلامي القدير أستاذ يوسف مصطفى وهو إعلامي كويتي قدير عاش هذه اللحظة وهي لحظة الغزو العراقي الغاشم على أرض دولة الكويت كل الشكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف